يعني ما تأخذنيش يا عم سيد، ما كانش ليها لازمة انك تنزل وانت تعبان، كنت رايح يابا. ناكل ايه بقى؟ ناكل زلط؟ نستنى الصدقة من الغريب؟ طب وكتاب الله للمرة التانية، انت كده بتغلط في حقي. هو احنا مش اهل؟ وبعدين يابا انت بس قشر وانا رقبتي ليك سدادة. هو مش فاتن برضك ليها مهر؟ ده انت بنتك ديت التائل بالذهب. انا عرفت ان الواد النادل اللي اسمه سريه فسخ الخطوبه وخلع، بس انا راجل وعندي كلمتي ولسه شاريها. راجل طيب، مستغرب ليه؟ ايوه انا عنتر اللي لسه عند كلمتي وشاري بنتك. قلت ايه؟ لا 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 لا، ارفع راسك. نعاش ولا كان اللي يكسرك؟ ليه يعني؟ الدنيا خلاص خلصت؟ مفيش مرجله؟ انت ركب بس، اول ما بنتك تبقى في بيت جوزها محدش هيفتكر الكلام ده. لما تبقى في عصمه راجل هيحط اصبعه في عين التخين. اللي شريك عم سيد وشاري بنتك هيصدق انها مظلومه، وهيصدق لمؤاخذه الكلام اللي هي بتقوله، يعني ان كان في حد متربص لها. وتلاقيه الواد سريه النادلي ده هو اللي عمل كده، كان عايز يخلع منها فقال لك البسها في فضيحه. بس هو ربك بيسيب؟ لا ابدا، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا على كل ظالم. ها قلت ايه؟ الخير البر عاجله. مبروك عليك يا عنتر، واحنا برضه هنلاقي راجل زيك، مش كده يابا؟ والله يسلم فمك يا عواطف، يسلم فمك، خد من فمها ونعم التربيه. انا هروح بقى عدم الا مؤاخذه يعني، عشان بقى ايه اشوف تجهيزات الشقه. الامر ما يسلمش، هي جاهزه من كفه شيء، من الابره للصاروخ، ما انت عارفه عواطف. بس ولا ما بسش، انا هاخدها بشنطه هدومها، ولا اقول لك حتى دي كمان انا شايلها. بالاذن بقى، وارفع راسك يا راجل يا بركه. ربنا ربنا لا تواخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل